أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذا هو الوقت الذي نستقبل فيه اتصالاتكم وآرائكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة حول أهم القضايا المطروحة على الساحة. منذ قليل أذاعت قناة الجزيرة مباشر مصر تسريبا جديدا بالصوت والصورة للفريق أول عبد الفتاح السيسي قبل أن يرقى إلى رتبة المشير، كان يقول فيه أن الجيش المصري ليس مهمته أن يواجه الإرهاب ولا أن يتصدى للإرهابيين، وقال أن الجيش أداة قتل وليس أداة قبض على مواطنين، وهو ما رآه كثيرون أن هذا يعني يتناقض مع ما يقوم به الجيش الآن. هذا كان ضمن سلسلة تسريبات أيضا منذ في برنامج مصر الليلة منذ دقائق أذاعت الجزيرة صورا لمواطنين عذبوا داخل قسم شرطة قطور، ويعني هذه الصور تظهر المعاناة التي يتعرض لها عدد من مناهضي الانقلاب العسكري في السجون وفي المعتقلات. أيضا اليوم كانت الجلسة الأولى لمحاكمة صحفي الجزيرة ومعهم عدد آخر من الصحفيين والإعلاميين في القضية التي يطلق عليها الإعلام المحلي في مصر قضية الماريوت. معنا الاتصال الأول من المغرب من سالم، أهلا بك سالم. سلمى سلمى عفوا، أهلا بك سلمى. ما فيش مشكلة. السلام عليكم. أولا أريد أن أحيي وصمود الشعب المصري على مقاومته وعلى التضحية التي يقوم بها لأجل الحرية والديمقراطية، وأقول للإخوان تحية كبيرة لأنكم المجاهدون الذين يقاومون ويضحون بأنفسهم وبحياتهم وحريتهم في المعتقلات، ولكل المجاهدات اللواتي نسمع الآن عن اغتصابهم في المعتقلات نقول لهم أنتن تضحين بأغلى ما عندكم، فقاوموا وجاهدوا في سبيل الله فأنتم الأعلون وسوف تنتصرون بإذن الله. وأقول لتحالف دعم الشرعية، أرجوكم إن كنتم تدافعون عن الشرعية فرمز الشرعية هو مرسي، لماذا لم أصبحتم لا تؤيدون مرسي؟ إذا تنازلتم عن مرسي الشعب يريد مرسي، فلماذا تقولون نحن سنتنازل عن مرسي؟ في برنامج اسأل لم يتحدث عن مرسي كرئيس. النبتة الأولى التي يقوم بها البستاني يزرع وردة، قبل أن يزرع تلك الوردة هل سيرى لونها كيف هو؟ يريدون أن يقتلع الوردة قبل أن يشم رائحتها أو يرى لون تلك الوردة. أرجوكم اتركوا تلك الوردة نعم، وحتى إذا رأيتم لونها اقتفوها نعم بعد سلمى ذلك. شكرا لك. لكن المظاهرات التي نعرضها الآن على الشاشة من المنصورية من الجيزة قبل قليل تظهر مواطنين يرفعون صور الدكتور محمد مرسي. معنا من حلوان صيام، أهلا بك صيام. السلام عليكم، انا بحيي قناه الجزيره والعاملين في قناه الجزيره كلهم. شكرا جزيلا استاذ صيام. والله انا سعيد بحضراتكم كلكم والناس الضيوف اللي عندكم كلها، انا سعيد بها جدا. الحراك في حلوان عامل ازاي يا صيام؟ هل قلت المظاهرات؟ والله احنا المظاهرات عندنا يوميا والله، واحنا كده الحمد لله رب العالمين وربنا ينصرنا ان شاء الله. وبقول للسيسي لو انتوا بقى كده ان معاكم شعبيه وناس محترمه افتحوا الميادين، وما فيش في مصر لكم شعبيه نهائي يعني. نعم، في دعوات للتظاهر غدا في حلوان يا استاذ صيام؟ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. وانا حضرتك بقول للعصابه الدوليه دي ان شاء الله باذن الله هم لو فتحوا لنا الميادين بس لمده 48 ساعه. شكرا جزيلا شكرا جزيلا استاذ صيام. معنا من قطر محمود، مصري مقيم في قطر، اهلا بك استاذ محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا بشكر قناة الجزيرة على المجهود اللي وثانيا بس أنا عايز أتكلم في حاجة مهمة. أنا مصري في قطر بس أنا كنت في مصر لسه راجع قطر هنا. أستاذ محمود لو ترفع صوتك قليلا. نعم يعني عفوا لرداءة الصوت من المصدر. هل لازلت معنا أستاذ محمود؟ فقدنا الاتصال بمحمود. معنا من الجيزة خليل، أهلا بك أستاذ خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحب أشكر أولا قناة الجزيرة على مجهودها الرائع وعلى تبادل الآراء سواء من مؤيد أو معارض، عكس ذلك في القنوات المصرية ما بيخلوش حد يتكلم خالص إلا من طرف واحد أو اتجاه واحد. يا ريت لو حد منهم يتجرأ كده
وسمعنا صوت المعارضة كده زي ما كنا بنعمل على أيام الدكتور محمد مرسي. يا ريت يا ريت هيفاجئوا بحاجات كتيرة أوي عكس المفاجآت اللي بنشوفها كل يوم، إن شاء الله لصالحنا إحنا. واللي حصل النهاردة في استاد القاهرة ده، مبروك الأول لمكسب النادي الأهلي، واللي حصل في استاد القاهرة النهاردة ده دليل قاطع على أداء الشرطة السلبي على الناس الشرفاء والشباب. انت شفت الشباب بيحصل لها ايه في الاستاد؟ نعم، يعني لكن الصراحه انا حاجه انا يا استاذ خليل، الشرطه بتقول ان الالتراس هو اللي بدا بالهجوم وبدا يضرب في الشرطه ويضرب عليها شماريخ، وبالتالي الشرطه دفعت لا على نفسها. والقنوات المحليه المصريه انت لو تابعت جابوا صوره اكيد ضابط شرطه متعور في راسه. ما لازم يتعور في راسه بعد ما تهجموا عليهم، لان هم بيكتفوا يسقط حكم العسكر، ما قالوش اي حاجه غير كده، انما لا ضربوا ولا عمل ولا حرق ولا الكلام ده، باينه زي الشمس. لو الكاميرات اتسلطت شويه على الاستاد هتشوف غير كده خالص يا استاذنا. انت شفت بعينيك وكل العالم شاف بعينيه الماتش عامل ازاي والاستاد عامل ازاي. مفيش حد بيعمل كده، اللي هم البلطجيه وهم النصابين وهم فيهم كل العبط. نعم، شكرا والله لك والله العظيم. أستاذ خليل من الجيزة. عفوا، نريد أن نفسح مجال لعدد آخر من المتصلين معنا من المنصورة. أستاذ محمود، أهلا بك يا أستاذ محمود. يبدو أننا فقدنا الاتصال بمحمود من المنصورة. معنا من القاهرة جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بحيي تحياتي لقناة الجزيرة وكل العاملين بيها. شكرا جزيلا. أولا حضرتك لما نيجي نستعرض التاريخ في مصر من سنة 52 لحد وقتنا هذا، نجد إن الملك فاروق لما تنازل عن الحكم مضى ووقع للملك أحمد فؤاد ابنه، فهو تنازل عن الحكم. محمد نجيب اتنازل لمجلس قيادة الثورة، مضى وقع. عبد الناصر توفى إلى رحمة الله، السادات توفى إلى رحمة الله. حسني مبارك مضى وتنازل. الرئيس مرسي الرئيس الشرعي ما تنازلش، وهي دي المشكلة اللي بنشوف فيها كل بسببها بنشوف التعذيب والانتهاكات والاعتقالات وكل المشاكل اللي احنا شايفينها دي. طول ما الرئيس مرسي ما مضاش هتظل الشرعيه بتاعتهم غير مكتمله وغير موجوده ليهم، ولن تكون لهم شرعيه باي حال من الاحوال. لكن ولذلك هم بيسالوا يا استاذ جمال، ازاي ولكن ممكن يرجع مرسي في الظروف الحاليه ديت؟ هقول لحضرتك، ولكن الهتافات اللي هم اللي بيخرجوا بيها في المظاهرات بيقولوا الشعب بيحيي صمود الرئيس. تفضل سؤالك حضرتك تسال. تفضل. كنت بسال ان البعض بيتساءل، يعني هل عوده الدكتور محمد مرسي الى الحكم الان ممكنه في ظل تكاتف اجهزه الدوله كلها ضده؟ انا ما قلتش انه يرجع، انا بقول هو ما مضاش، فعلى هتفضل شرعيتهم معلقه. لازم هو يتنازل، ولازم هو انا ما بطلبش انا ما بطلبوش ان هو يتنازل، لكن هي دي مشكلتهم عالميا ودوليا وامام شعبهم وامام شعوب العالم كلها، ان هم سرقوا الشرعيه من الرئيس مرسي. وانا طبعا ما بطلبوش انه يتنازل، لا، هو طبعا لازم يخرج ولازم يرجع ولازم يبقى فيه تفاوض ولازم يبقى فيه حوار، بحيث ان الامور ولازم المعتقلين يخرجوا من السجون، انما ان الامور تبقى بالشكل ده. طول ما مرسي موجود وما تنازلش عن الحكم هتفضل الامور بكل المشاكل دي ولسه هتتصاعد. طيب، شكرا ليك. انا ما فهمتش وجهة النظر بشكل كامل، لكن ده اللي سمح بيه الوقت. مع جمال من القاهره. معنا من اسكندريه ساره. اهلا بيك يا ساره. اهلا بحضرتك. ما عايزين بس رساله لمحمد مرسي. اتفضلي. لاسامه مرسي. عايزين سامعني حضرتك؟ سامعك يا ساره، اتفضلي. عايزين رساله بس لاسامه مرسي، نقول له يا اسامه قول لابوك نساء مصر بتحييك وبتحترمك، مش عشان جاذب للنساء. سامعني حضرتك؟ سامعك يا استاذه ساره، اتفضلي. مش عشان جاذب ان للنساء، لكن عشان ايه يا فندم؟ بتحييه ليه؟ احنا بنحترم دكتور مرسي ومصداقيه ده رئيسنا ان شاء الله. يعني يبدو انه انقطع الاتصال بعد ان حيت الدكتور مرسي. نتوجه من الاسكندريه مباشره الى ايضا ساحل البحر المتوسط الى الجزائر. معنا من هناك عبد الرازق. عبد الرازق، هل لا زلت معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الرزاق من الجزائر. اهلا بك استاذ عبد الرزاق. احيي
كل أحرار مصر الصمود، وأقول لهم أن الشعب الجزائري كله معكم، وأقول لهم أن قاعدة الانقلاب ستسقط بإذن الله. نعم. وأن فضل اعتصام رابعة والنهضة قد أدمى قلوب الجزائريين، وأن كل حر لا يقبل بهذه المهانة. نعم. وأحيي كل. ألو. أيوة أسمعك أستاذ عبد الرزاق. وأن هذه المظاهرات في كل يوم وفي كل جمعة، وأن كل المظاهرات في كل يوم وفي كل جمعة لن تذهب سدى، وأن مصير الشعب المصري سينتصر في الآخر. نعم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الرزاق من الجزائر. ونتحول إلى الأستاذة أستاذ إمام من تونس. أهلا بك أستاذ إمام. أهلا وسهلا. تفضل أستاذ إمام. أولا أيوة أولا تحية كبيرة لقناة الجزيرة. شكرا جزيلا. وفي نفس الوقت المفروض الكلمة هذه تسجلوها عندكم، لأن لولا الجزيرة. طب قول عشان نسجل يلا. لولا الجزيرة لكان أكثر من نص الشعب المصري مات في ظل الانقلاب الظالم. نعم. يعني يا استاذ امام، يعني اولا يعني اسمعني او حاول تسمعني من التليفون مش من التلفزيون. ثانيا هو الشعب المصري هو اللي قرر انه يبقى موجود في الشوارع، ومحدش له فضل عليه. والشعب المصري رغم انه بيذهب للمعتقلات وبيقتل في الشوارع بالرصاص، لكنه هو قرر انه يستمر في هذه التظاهرات حتى اسقاط الانقلاب العسكري كما يرى مناهضوه. انا معاك يا فندم، انا معاك يا استاذنا وفاهم الموضوع ده. وفي نفس الوقت بالنسبة لي تعليق بس بسيط. تفضل. على موضوع التسريب بتاع السيسي اليوم. ايه رأيك في التسريب؟ انا بالنسبة لي دي السيسي على كلامه دوت عامل صفقة مع القضاء ومع الإعلام ان هو يموت نص الشعب المصري اللي هم الناس المسلمين بسبيل ان يمسك السلطه، بسبيل يبقى رئيس مصر. ده ملوش تفسير غير كده. لكن انت شايف ان هو غير موقفه عشان عايز يوصل للسلطه؟ غير موقفه عشان اعمل صفقه مع الاعلام ومع القضاء الفاشل، القضاء الشيخ، فهمتني؟ عشان يمسك السلطه ويبقى رئيس مصر. طيب رسالتك وصلت يا أستاذ إمام من تونس، أشكرك شكرا جزيلا. ومن تونس إلى الجيزة ومعنا من هناك أحمد. أهلا بك أستاذ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بس أنا كنت عايز أقول إن الموضوع مش موضوع إن الشرعية ترجع ومحمد مرسي يرجع، الموضوع موضوع إن مصر كلها ترجع. مصر دلوقتي حضرتك مصر أنت شايف إن مصر راحت فين يا أحمد؟ أنا شايفها إن هي رايحة للهلاك، رايحة للدمار، بسبب عقلية واحدة بس اللي هي عقلية الجيش. المفروض ان هو الجيش يفكر ان دول ابنائه، وان دول اولاد مصر. فعلا ان دول اولاد مصر مش اولاد حد تاني. المفروض ان احنا نتجه للعدل الحقيقي. طب انت سمعت التسريب النهارده يا استاذ احمد؟ ايه؟ سمعت التسريب النهارده؟ سمعت التسريب النهارده. ازاي بتقرا ان السيسي بيقول ان احنا المشير السيسي بيقول ان احنا مش دورنا ان احنا نكافح الارهاب، وان احنا مش دورنا ان احنا نقبض على الناس لان الجيش اداه قتل؟ وازاي بتفسر بيه الاحداث اللي موجوده دلوقتي؟ والله انا بفسر ان انا شايف اداره فاشله مش قادره تميز بين الجيش ومش قادره تميز بين الشرطه. الشرطه عليها ان هي تواجه الارهاب لو كان في ارهاب، انما احنا اللي صنعنا الارهاب. الجيش هو اللي صنع الارهاب، هو اللي طلع طلب تفويض من الشعب على اساس ان هو يواجه الارهاب المحتمل. اي ارهاب؟ مصر ما كانش فيها ارهاب، دمرنا ودمر السياحه وشوه صوره مصر. المفروض ان مصر اساسا ان هي بقود العرب، بقود الامه العربيه، بقود الامه الاسلاميه. ان هو يفكر النهارده ان هو يسمع فيها ارهاب؟ مصر ما فيهاش ارهاب، الارهاب هو اللي صنعه بلسانه. فهو بيفكر الوقت بانها عقليه، بانها عقليه بيفكر. شكرا جزيلا لك احمد، كنت معنا من الجيزه. ونتوجه مره اخرى الى الاسكندريه، لكن هذه المره الى شيماء. شيماء اهلا بك.
اهلا بيك. انا اول حاجه هقولها ان انا بشكر قناه الجزيره كلها، وانا بقول لك اوصل لك رساله ان اللي بيوصل للجزيره ده 3% من مظاهرات اسكندريه. احنا النهارده في اسكندريه كان في 12 مسيره، ما وصلش اي حاجه للجزيره. وده حاجه تعليقي للتسريب بتاع السيسي، هو فعلا مفيش ارهاب في مصر، لان الارهاب هو الجيش. ولو احنا فعلا بنحب السيسي وكنا عايزينه كنا كل المصري الشعب المصري هيطلع. لكن شايف الجمله دي فيها تعميم يا استاذه شيماء، ان تقول الارهاب كل هو الجيش؟ يعني البعض بيفرق بين قيادات لو الاخوان دول كانوا ارهاب، لو الاخوان كانوا ارهاب يبقى كان زمان في فساد وقتل طول عمرنا. انا من سنه 80 ومن سنه 60 اسمع ان في اخوان، انا سني صغير. انا عايزه اوجه لك رساله، انا من اسكندريه ومن سيدي بشر، ان الامن المركزي مقفول 5 شوارع محاوطينه، ليه انت بتقفلهم؟ انا دلوقتي انا عايزه انزل بيتي، انت قافل الشارع ليه؟ خايف ليه؟ حاطط طوب وحاطط رمله قافل الشارع ليه؟ انا عشان انزل اركب عربيتي لازم الف لفه كبيره. انت خايف ليه؟ ايه اللي بيهددك وخايف منه؟ الارهاب. لو الشعب المصري فعلا عايزك تبقى رئيس، لا لو الشعب المصري عايزك تبقى رئيس يبقى انت تتكلم بامان، تتكلم بثقه. انت مش هتبقى رئيس ازاي وانت مش عارف تحافظ على التسريبات اللي بتسربها لك؟ يعني وجهة نظر يا أستاذة شيماء، نشكرك على عرضها على قناة الجزيرة مباشر مصر. إلى القاهرة مرة أخرى، خالد سلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ممكن أطرح سؤال؟ اتفضل. أطرح حوار بس. حوار اتفضل. إيه مشكلة الإخوان؟ مشكلة الإخوان إن هو بالنسبة للأمريكان ما يقبلوش بالثلاث حاجات. لا لعولمة الدين، لا لعولمة اللغة، لا لعولمة الفكر. الامريكان يعني ايه يا استاذ، يعني ايه يا استاذ خالد؟ بمعنى اللي انا اقصده ان الامريكان ما عندهمش مشكله مع السعوديه بالنسبه للاسلام بتاعها، ما عندهمش مشكله مع اي اسلام الا بالنسبه للاخوان. لكن الصحافه المصريه بتشوف ان الامريكان هم اللي بيدعموا الاخوان، هم اللي بيطالبوا بعوده مرسي، وهم انت ما تابعتش قضيه الموظف في السفاره الامريكيه اللي الصحافه المصريه بتقول ان هو كان بيتخابر مع الاخوان وبيتعاون معاهم وبيزورهم؟ لا لا سيبك من حوار الصحافه المصريه، الصحافه المصريه عايشه في موال تاني. لكن انا اقصده ان الاخوان هي معوق بالنسبه للامريكان لضخ الفكر الامريكي. هي لو كانت الاخوان بالنسبه لهم زي السعوديه، اسلام السعوديه او زي اسلام اي حد تاني، كان ممكن يجذبوهم ويتعاونوا معاهم. لكن هم بالنسبه لهم فكر الاخوان وفكر حسن البنا مضاد للافكار الامريكيه للتوغل في المنطقه، من ناحيه عولمه الدين، عولمه اللغه، عولمه كل حاجه. طيب فبالتالي شكرا، دي مشكله الاخوان. شكرا جزيلا استاذ خالد، كنت معنا من القاهره الى السعوديه، ومعنا من هناك سعيد. سعيد سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي للجزيره وكل واحد فيها من اصغر واحد لاكبر واحد. شكرا جزيلا. تحياتي شديد. انا متابعكم من ايام الثوره، انا بننام وبنصحى على 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 الجزيره. اي ثوره فيهم؟ الثوره هي ثوره واحده وان شاء الله تكمل ان شاء الله. وتحياتي للدكتور مرسي من كل قلبي وعيني وكل حته في جسمي. الدكتور مرسي انا كنت بنطلع له في رمضان نوزع الميه والعصير للصايم عشان الدكتور مرسي. نعم معايا يا استاذ؟ معاك يا استاذ سعيد. تحياتي لصمود الرئيس وكل كده اتلموا البلطجيه في عهد الدكتور مرسي. عندي حته ارض اتاخدت واتعمل عليها ترخيص باس المجلس المحلي وباس القضاء. الشبكة اللي ملمومة اللي هي عاملة عصابة. فين الأرض دي يا أستاذ سعيد؟ الأرض دي فين؟ اتفضل. أه نعم. الأرض مكانها فين؟ محافظة إيه؟ الأرض مكانها في أسيوط. مركز البداري. اتاخدت الأرض واتعملت عليها رخصة واتبنت. والورق معايا. وهي أرضك أصلاً؟ هي أرضي ورقي معايا. طب ليه الدكتور مرسي ما طهرش بقى القضاء والداخلية اللي هم كانوا سبب في المشكلة؟ هنقول لك على حاجة. اتفضل. انا حصلت معايا كم قصه، لو عملت معايا برنامج انا عملت معايا كم قصه. انا خلي بالك مش متعلم، لكن انا بنشوف اللعب اللي بيخطف وكلهم ضباط شرطه وكلهم حلول وكلهم عملاء على البلد عشان يقولوا الدكتور مرسي ساب البلد خربانه. لكن تحياتي للعلم الاساسي دين الاسلام
ما دام مسك الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان صلح الراعي صلحت الرعيه وان صلحت الرعيه صلح الراعي وكل راعي مسؤول عن رعيته. نعم. ما دام صاحي ما دام الراعي صالح فنحن ان شاء الله نصلح وبلدنا ان شاء الله تصلح وتفضل احسن من الاول. نعم، شكرا لك استاذ سعيد من السعوديه. ومن السعوديه الى ليبيا معانا محمد من ليبيا. السلام عليكم استاذ محمد. السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين. اولا اهني قناه الجزائر فعلا والمتابعه لحريه العالم العربي في كل بلادنا العربيه. انا مستعد بنقول لك على انا ما عنديش عندي كلمه نبي نلخص لك الوضع المصري في كلمات كتبتها من يعني من الام. يبدو اننا فقدنا الاتصال بالاستاذ محمد من ليبيا. كنا نود ان يعني نعرف توصيفه للوضع في مصر ونسأله أيضا عن الوضع في ليبيا، عن الأحاديث عن انقلابات عسكرية في ليبيا خلال الأيام الماضية، لكن الخط لم يسعفنا. إذا مشاهدينا الكرام، استمعنا خلال الفترة الماضية لآرائكم واتصالاتكم، ويسعدنا دائما في الجزيرة مباشر مصر أن نتلقى هذه الآراء وهذه الاتصالات حول القضايا المطروحة حتى نكون منبرا لهذه الآراء. نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ونترككم في أمان في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.